كوكو، السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي يكون فلوق جديد مع 3 نتاع الصباح. اللي ما عرفناش واش نقول لكم، صباح الخير ولا صباح الخير. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انني انا وريم من الناس اللي كيقصروا بزاف. عندنا نورمال نجيبوا 7 9 عادي. ما كيسلم عليكم. اليوم النهار الوحيد اللي شفتو كان شفت مي تبغي تكوني باغا ديري شي فايده وعشي المعاكسات بزز. هي تفيق فيا وانا نفيق فيها وتغشيت صبر فيا حيت عندنا الكار اللي ما معرف نتاع الصباح، فقلنا ما غاديش نعسو لان غادي ترس الناس وداكشي. وديجا كان خصنا نجمع هاد لي باليز بيان سور. حتى اخر لحظه مشكله، لا انا لا يزما هي دير فيها القلب ولا ندير فيها الصراحه كلشي ميتين. ف دونك فوالا روتار ديجا وبقينا فايقين حتى دابا وحنا ميتين بالناس. اليوم ان شاء الله نمشيو لكازا غادي نفلوغ لكم. المهم نفلوغ لكم 3 ايام، مانيش عارفه واش غيكون فلوغ ولا زوج ولا ثلاثه. مي اللي عارفه اش كتكون اكسبيرينس زوينه ان شاء الله وضروري نشاركها معكم. خصوصا غادي تكون مع بالعكس والله الغرام راني فرحانه كي غادي يمشي معايا بزاف. لا فين تمشي مواسه مع اختك وطالعه نفلوغي وهي معايا، ماشي كيما نكون بوحدي. القضيه مختلفه الصراحه. دونك فوالا ان شاء الله تكون يكون فواياج زوين فلوغ موفق وفلوغ موفق. دونك فوالا نتلاقاكم بلاتي ان شاء الله، نحاولوا نصوروا لكم كل شيء. باي باي. هيا ريم وجدة يلا ما فلوغي لكمش نهائيا، ولكن فريمون كان طريق طويله بزاف كما كتعرفوا من وجده اي بلاصه. كان الحمد لله ديما طريق طويله، دونك كنا عيانين وديجا ما نعسناش كما قلت لكم في الليل. دونك دخلنا نعسنا طحنا كاو كنعسو كنفيقو كنعسو كنفيقو كنعسو كنفيقو مع شحال مره نعسنا وفقنا. فهذيك وصلنا هذيك دخلنا ساعه ساعه نتاع الدوج ديك محيده انا حتى شي واحد. كما كنقولوا عاد حسينا انهجنا دينا شويه نتاع لينيرجي وحنا جالسين دابا. اول حاجه طاحت فينا هي الدوزام و سينون فوالا. دونك لبسنا قدينا نهجنا دابا حنا جالسين غير هكذا. بغينا هاد الليله غير نرتاحوا حيت غدا ان شاء الله غادي يكون نهار طويل. نصوركم داكشي فريمون حنا كاو لا ما عرفتش يعني هاد العين بدا غير موضوع. راه شحال الساعه دابا؟ 8 راه 8 ونص. غدا ان شاء الله غادي يكون نهار طويل بزاف وغادي يكون مع لا مارك فيشي. دونك غادي نصوروا شي حوايج غنوريلكم بيان سور اون ديتاي داكشي كامل. ريم راه معايا دونك فوالا ما نخافش غادي تصور معايا داكشي كامل. متحمس دابا كوموندينا شي حاجه ناكلوها نتفرجوا. لحقاش في ريم كثر من هي في هذيك الطبعه ما كناكلوش في الطريق. دونك غادي ناكل شي حاجه غادي نديرو شي حاجه نتفرجوها غادي نرتاحوا. بيان سور نديرو شي ماسك انا رشتي ما غادي يصلح فيا والو راه خصني نمشي غير ماسكات. سينو بالنسبه للبيس ما تخافوش يعني دابا كم الا جيت نوريكم رونا شي القضيه. واخا المهم رتبنا ولكن حوايجنا محطوطين هي مرتبه بطريقه مربعه، ولكن هذا ما كيعنيش اننا ما صورنا لكمش في الاول. مين كانت عاد مقاده كنعرف اللي كتبغوا هكا الروم تور وداك الشيء كامل. دونك غادي نخلي لكم لا فيديو تشوفوا لا شامبر اللي في لوتيل ونولي نتلاقاكم. دونك بلاي فيديو. فوالا فوالا ها هو العشاء ورينا طاجين بلا سلطه غو. دونك درت واحد الماسك دغيا نوريكم. اكيد ان بعد المسافه نتاع النهار كامل نتاع الطريق ضروري شي ماسك باش نقاد الحاله سورتو بالنسبه للغدا. دونك انا معكم دغيا قبل ما يشف جوج نتاع الماسكات. اول واحد درت نتاع لوفيا درتو هنايا لحقاش كينشف الحبوب وسورتو راه عندي شي حبيبات هنايا دونك مزيان. وبالنسبه للحنوك درت نتاع اوليك. دونك فوالا درت جوج نتاع الماسكات. هذا نتاع اوليك بحال كيدمع لي شويه عينيا حيت فيه النعناع بحال شي ريحه هكا منعشه فبحال فليو ولا شي حاجه كيدمع عينيكم. مي كاجني مي كندير جوج تاع الماسكات صوب بالنسبه فهاد الحقاش عندي فهاد لا زونتي غراس. دونك لوفيا فريمون كينشف لي وجهي. غنوريكم لي برودوي باش تشوفوا اللي درت. فوالا
تنهم ينشفون تهلاو في البشره يضغطيوها مزيان. فوالا دونك هذا هو نتاع لوفيا، هذا هو الماسك اللي درت لوفيا 0% سيليكون بارابين داكشي كامل. صراحه زوين كيعجبني. بزاف سمعت بلي لوفيا مارك ما عجباتهمش داكشي، مي انا بالنسبه لي هذا الماسك فريمون طوب كيعتقني. بالنسبه للماسك الاخر دونك هو هذا نتاع اوليك اللي قلت لكم عليه، عندي الماسك هو لي زيون تاع سيفورا اللي هو هذا. اي فوالا دونك هادو هما لي برودوي اللي استعملت. تخلنا عليكم بالله شي حد يشرح لي داك لونطيل اللي مطلعها ريم واش كيصلح. انا انا عنده بزاف المعاني. اول حاجه كوريان ستايل، كوريان ستايل. ثاني حاجه ضفرت هادو وبغيت هادي تبقى لي مسرح. قال لك هادي كوريان ستايل، كوريان ستايل كتبخلي لك فهمتي كتسرحها لك فهمتي كيف امان. لا علاش كتسوق دابا؟ راه الحوايج الليل غنمشيو نعسو هينا فوقاش قلنا قولوا والله لا مانيش عاقلة بلي قلت ما قلناش ان شاء الله. تصبحون على خير. صباح الخير. دابا عاد فقنا انا وايمان غادي نوجدو باش نمشيو. واحد الجو خطير، جو رائع، ما بارد ما فيه شتا، زوين عجبني. فانا حنا دابا عندنا كيما قلت لكم ايمان مازال كتوجد راسها باش نمشيو. كيما قلت لكم اليوم عندها لا فيديو مع فيشي، وانا غادي نصور لكم كلشي كلشي وراء الكواليس. واحد الجو رائع البنات، خطير خطير خطير. بغيت نمشي من هنا الجو واعر. فاللي ما غادي نمشي دابا حنا كنوجدو، غنوريكم عاوتاني فلوغ لكم من وجدو، غادي نفلوغ لكم كلشي من وراء الكواليس وصافي ندوكم معنا النهار. كوكو صباح الخير عليكم، صباح النور. ريم فلوكيتي انت قبل مني ياك؟ صافي واش كون عارفه ريم راه كتوجد. انت انا درت غير شويه نتاع لونتي ساغن فوالا، حقاش فريمون عندي لي ساغن كبار، ولكن سنو درت شويه نتاع الكروس وصافي صايبت حجباني وما كاينش ماتش ندير حتى لهيه. المهم راني كنبري، درت شويه نتاع لا بودغ ولكن صات الصراحه درت شويه تاع البرود. المهم صافي مي حنا واجدين، ريم كتجمع الحوايج. اليوم ان شاء الله عندي تورناج مع لا مارك فيشي، غادي نتورناو كلكو فيديو. و المهم راني مازال ما فطرتش، كنضبو القناه ملي ما كنفطرش يعني مازال النهار ما بداش عندي نهائيا. ففوالا غادي نمشيو نفطرو بيان سور، نفلوغ لكم كلشي، تفوتوا معايا النهار كامل. ريم راها حنايا واجده خسري وتقي، خص تاكد بلي كلشي بقى الدواء هذا كي كريم ضروري ضروري. فوالا دونك غادي نمشيو، نهاركم مبروك وتلقاكم بلاتي. الله يريم كواليس، كواليس اختي دونك وصلنا فين غادي نصورو ان شاء الله لي فيديو. ريما دائما حاضره، غادي نوجدو الحوايج، غادي نبدل، غادي نلبس في الموف، غادي نماكي بيان سور باسكو فريمون داير غير لونتي سيرن، وغادي نصورو اول فيديو. واجده خويتي اللي ما كتوجد معايا. اوكي دونك نخليكم نبدل نتلاقى بلاتي. دونك ايما راه كتوجد باش دايره فرانه ايليا ماش كتصور صراحه، كتوجد كتماكيي بصح غادي نوريكم اللوك النهائي. وانا دابا كنتسنى
سميتي إيمان من قناة نتاع ريمان بيوتي. ريمان هي واحد الاسم اللي اختاريته أنا والأخت نتاعي، كيجمع الأسماء نتاعنا بجوج، هي سميتها ريم وأنا سميتي إيمان. أنا إيمان كنهتم أكثر بمواضيع نتاع المرأة، مواضيع لايف ستايل، موضة، جمال، مطبخ أيضا. أختي أكثر مواضيع ترفيهية، مواضيع مسلية، فنقدروا نقولوا أننا كنكملوا بعضياتنا باش نديروا فيديوهات متنوعة ومختلفة في القناة ديالنا. في القناة ديالي كنشارك أنا وأختي تجاربنا الشخصية، أكيد أننا كنستمتع وحنا كنصوروا الفيديوهات، كتكون الأجواء ممتعة، ولكن على غير ما كيبان في الشاشة كيطلب مجهود كبير وساعات طويلة. كتبدا كأول حاجة من إيجاد فكرة، من تصوير ومن مونتاج اللي كيطلب وقت أكبر على اللي كيبان، فهذا الشيء كامل كيطلب واحد الطاقة كبيرة بزاف وكيطلب مجهود يومي. بحكم أننا كنديروا شي حاجة اللي كتعجبنا، شي حاجة اللي كنديروها بحب بشغف، فكتاخذ منا ساعات طويلة وأوقات كثيرة اللي مرات نقدروا نساو فيها راسنا. الناس اللي كيتبعوني كيعرفوا بلي أنا عندي واحد المرحلة مهمة جدا، مرحلة اللي كنسميها مرحلة السبات. كناخذ فيها الوقت لراسي، كندير فيها شي حوايج اللي ما كنديرهمش يوميا، هوايات اخرى، فبغيت نشارك معكم شنو كندير في هذه المرحله الخاصه بيا. من الحوايج اللي عزيز عليا ندير هو انني نطيب، شي حاجه اللي تكون سهله مهله ومالحه بالخصوص، لان عزيز عليا المملحات بزاف. من بعد كاين الدي اي واي او الرسم، شي حاجه اللي ملموسه بحكم اننا ديما في الانترنت في لي ريزو سوسيو، يعني عالم خيالي، فهكذا اننا نصيبوا شي حاجه او لا نرسم، لان شفت الرسم كيحيد لي ستريس والتوتر. من بعد العنايه بالبشره، فهاد الوقت هذا اكيد ان كيكون عندي وقت اكثر باش نتهلا في راسي. كندير روتين اللي كيكون اطول على الايامات اللي كيكونوا عاديين، حيت بحكم يوتيوب كنصورو فيديوهات يوميه بمكياج اللي كيكون ثقيل وشارجي. كاول حاجه اللي كتعجبني هو انني نبدا بالتنقيه نتاع البشره، كنقي وجهي مزيان، ومن بعد كندير ماسك اللي كيعطيها جميع الفوائد اللي كتحتاج. وحاجه اخرى اللي كتعجبني هو الوقت نتاع البوز نتاع الماسك اللي كنستغلو باش نرتاح. كل وحده فينا خاصها الوقت ليها باش تهلا في راسها وتكون متالقه في حياتها اليوميه. انا شاركت معكم شنو كندير في الروتين ديالي، وانتوما شنو كديروا؟ هاي دائما في التصوير درتك شي مزيان الحمد لله، مكياج لبست ان شاء الله غادي نديك صوت لبست صوره الفيديو الزوجه اللي دماكي اول حاجه، ونقول هذا هو اللوك. دونك هذا هو اللي لبست، قدينا درنا اول فيديو، دابا نصور الفيديو الزوجه. داز مزيان داكشي الحمد لله بخير، جيسبر ما تشوفوا يعجبكم. مي فوالا كانت اكسبيريونس زوينه. اي كلكو برودوي، دونك هادو هما لي ماسك اللي غادي يكونوا تروس فوالا كلكو برودوي حتى نحلوهم اونصومبل. ايمان ريم دابا كملنا الهبله، ما غديرتي كتب غادي نقلب لكم دابا تشوفوا. هيا نبداو الكتب باش نصور الزوج. اي ماشي كلمه، شكرا لك على الكلمه، وانا غادي ندير راسي ما هضرتش. بدلنا اللوك الثاني، دابا نمشيو نصورو. يلا يس تورناج اللي دايره الماسك نتسنى هي ينشف، وبين الوقت كنصور لكم خلف الكواليس. مازال كنتسناو الماسك ينشف. فوالا ريم راه ديما معايا هنايا، كنحس بالبرود. انا اللي درت الضوء في البيت، نقدر نقول لكم بلي ماتريال دونك. فوالا تسنى الماسك ينشف، و جيسبيغ تكون الفيديو زوينة تخرج زوينة ان شاء الله. كنهار طويل مي صراحة اكسبيرونس واعرة. الميكروم كيفاش؟ دو خطير دو خطير دو خطير، اللايتينغ خطيرة. ساعة
السلام عليكم البنات، اللي ما شاء الله تكون واحدة من أكثر لي فيديو اللي كنبغي نصور هو أنني نتيستي لايف أن برودوي فيشي لونسا دي ماسك جداد. اليوم غادي نجرب واحد منهم، ما عمرو ما جربته من قبل، ما عمرو ما شفته، ولكن غادي نعطيكم الرأي ديالي عليه لايف لا فيديو. بقوا معايا. فوالا لو برودوي، كأول حاجة اللي هو الباكاجينغ، بانت لي كاين جوج نتاع لي ساشي باستعمال واحد، وهذه حاجه زوينه لان غادي نكونوا متاكدين من ناحيه العنايه والنظافه وداك الشيء كامل، دونك هذه حاجه زوينه. بالنسبه لفيشي، دونك هذا ماسك مينيرال ديزالتيرون الو تيرمال تاع فيشي بالفيتامين بي 3، هذا ماسك ايدغاتون، ماسك مرطب. وحاجه اخرى اللي بانت لي هنا سي كو سون بارابين، دونك بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه من هذا الموضوع هذا، دونك هذا بلس اخر. نجربوا دابا البرودوي ونشوفوا الراي ديالنا عليه. غادي نبداو الاستعمال ديالو، دونك كيما قلت لكم فيه جوج نتاع لي ساشي، غادي ناخذ واحد غادي نجربو معاكم. فوالا دونك غادي ناخذ انايا البانشو، كما كتعرفوا الماسك تقدروا تستعملوه بيديكم ما كاين حتى شي مشكل، غير حاجه اللي هي مهمه انكم تكونوا نقيتوا البشره نتاعكم مزيان من قبل، دونك داكشي اللي درت لابون تاعي نقيه وغادي نبداو الاستعمال. غادي ناخذ شويه بالبانشو، فوالا، وغادي نديرو في وجهي. اول حاجه اللي عندي مهمه البنات اللي كيعرفوني، الروائح نتاع لي برودوي زينه ماشي زينه، انا ديما كنعلق على الروائح كيعجبني، سا سون طرو بون فريمون، ريحته فنه، دونك هادي فلوس انا بالنسبه ليا مهم. اي غادي نديرو في الوجه نتاعي، فوالا كيما قلت لكم ضروري تكونوا لقيتوا البشره نتاعكم من قبل. دونك هذا جيل سهل باش كيتابليكا، فوالا دغيا، سورتو مع الطرق كانت طويله فكنظن بلي غادي يكون مفيد جدا. بيان سور مع الفولار ما نقدرش نديرو في وجهي كامل، مي بيان سور في وجهكم كامل حتى في عنقكم، وكيما هو مكتوب غنخليو المده نتاع 5 نتاع دقائق. الماسك تقدر تابليكيوه مره حتى 3 مرات في السيمانه، انا بالنسبه ليا جوج مزيانه، دونك جوج نتاع المرات نديرو في الاسبوع، نخليوه ينشف 5 دقائق ونوليو نشوف الغسيل. فات 5 نتاع دقائق، المده كامله حسيت بالبروده والانتعاش في الوجه نتاعي. غير واحد الحاجه، هذا الماسك هذا ما تغسلوش، غادي نحيدو فقط بالقطن الزائد اللي كاين في الوجه كما غادي ندير انا دابا، ما تغسلوش، نحيدو الزائد وخليوه في البشره نتاعكم. غادي ناخذ انايا قطنه، فوالا، وغادي نحيد غير اللي زايد في البشره نتاعي بهذه الطريقه هذه. من بعد اكيد ما تماكيوش وجهكم باش تستافدوا من الماسك. كمية كاملة تقريبا شربتها البشرة، غادي نحيد غير اللي زايد. لابو ايدغاتي مش عارف شرا باين قبل وبعد، مي انا فريمون لاحظاه لابو فريمون رطبة، مي جو بونس كو قبل وبعد باين لحقاش لابو نتاعي كانت فريمون ديزيدغاتي. صراحة زوين بزاف، سورتو الى ما غاديش نحيدو الماسك غادي يبقى هكذا. الحاجه اللي زوينه وكتعجبني ديما نديرها هي لو تيرمال من بعد اي ماسك باش نستافدو اكثر من الفوائد نتاعو، دونك انايا غادي ندي هذه تاع فيشي دونك لو تيرمال، وغادي نديرها الوجه نتاعي كامل منعشه اكثر. فوالا، اي اللي باقي غادي نحيدو. الجهه الاخرى والحاجه الاخيره اللي غادي نديرها هي السيروم، دونك غادي ناخذ هذا مينيرال 89 واللي هضرت عليه بزاف صراحه وكيعجبني، دونك انا بالنسبه ليا انديسبونسابل وعاون بزاف البشره نتاعي. غادي ناخذ شي منه، دونك كيجي بحال هكا الجل، وغادي نديرو بهذه الطريقه. من بعد الاستعمال تاع لو تيرمال والسيروم البشره نتاعي غتستافد اكثر من الماسك، ودابا غنخليها ترتاح. من بعد التجربه نتاع الماسك صراحه حسيت بالبشره نتاعي رطبه اكثر ومنعشه، انا لقيت الماسك اللي يناسبني، حتى نتوما لقاو الماسك اللي يناسبكم جربوه واعطوني الراي ديالكم.
دونك صورنا كيف الفوطو بالماسك ودابا غادي نبدل الحوايج دونك هما اللي صورنا بهم الماسك نبدل الحوايجي باش نصورو ديسان اخرين وجدا وخصني الماكياج بالفلوس هاي يا حبيبتي لينيرجي لينيرجي تبارك الله عليها ما شاء الله عليها ميرسي ميرسي بوكو كان نهار طوال ولكن زين اكسبيريونس واعره خليكم معنا غتشوفوا شنو غيطرى غنشوفوا علاش ياك ملي غتكون شويه تاع الهضره في البلوغ قلت شويه شويه دونك اريم صافي ساليتي ساليتي اختي مزيان صباح الخير اليوم الجو زوين والشمسه الله راه هاد الساعة تاع الصباح الله يوفقنا واحد شوية هادي فوالا دونك غادي نلبسو نبدلو حوايجنا ونمشيو نفطرو